هاي اجين. الناس كانت بتقول ان مفيش صوت. بقول لكم بقى دلوقتي انا عندي شحنه يلا بينا نعمل حاجه في الحياه. فلما بيبقى عندي الشحنه دي وبيبقى عندي الطاقه دي ما بقاش عايزه اخليها لنفسي، ببقى عايزه الناس كلها تبقى وصل لها الطاقه دي، علشان هي كمان لو في حد واحد يقدر يبقى معايا في القصه دي ويتشحن بطاقه حلوه ويعمل حاجه في حياته، انا هبقى في منتهى السعاده، هبقى كاني حاسه ان انا كاني نجحت بالظبط. طيب دلوقتي احنا ربنا عززنا وربنا ادانا عقل، وفي ناس فعلا استخدمت عقلها ده وعملت حاجات في حياتها. ايه الفرق بينهم وبيننا؟ ايه اللي بيخلينا احنا ما بنقدرش نعمل ده؟ ليه الناس دي بتنجح وبتحقق حاجات في حياتها واحنا بنفضل قاعدين على الكنبه ما بنعملش حاجه، بنتقلب في التلفزيون، بننزل نخرج العيال وبنمشي اليوم بيومه، واللي جاي على قد اللي رايح. طب ما في اوبشن، في اوبشن ان احنا نستخدم عقلنا ده ونعمل حاجه في حياتنا. طيب اولا ربنا ميزنا بالعقل، ده لوحده قصه، يعني ده لوحده قصه كبيره كده في انه يعني عقلنا ده نشغله. الحاجه الثانيه انه في حاجه اسمها الانفتاح بتاع الانترنت والاكسبوجر اللي احنا واصلين له ده. الاكسبوجر ده لازم يكون بيساعدنا. الناس اللي كانت بتنجح زمان وما كانش فيه انترنت وما كانش فيه نخش ندور على فكره حاجه ولا ورق بيخلص ازاي ولا مشروع بيتعمل ازاي ولا ايا كان ايه النظام. انا مش هبص على، انا هعمل الكومنتس على جنب عشان ما فيش حاجه فيهم تعطلني ان اقول لكم الكلمتين اللي عندي بالطاقه اللي عندي، وبعدين هرد عليكم بعد ما اخلص. اوكي اعملوا على جنب كده كده مش شايفه حاجه. طيب فدلوقتي كلنا بنكسل، يعني كلنا مع بيجي لنا وقت نقول طب اصل مش قادر، طب روحوا انتوا وانا هحصلكم، فاهم؟ لا طب وليه؟ طب ما احنا فيها اهو. لازم كل احنا في سبب لوجودنا في الحياه، هو ربنا مش خالقنا علشان نيجي ونمشي كده. يعني طبعا غير ان احنا لازم نعبد ربنا والكلام ده كله طبعا، يعني ده مفروغ منه، بس وجودنا ليه سبب، في سبب لوجود كل واحد فينا، علشان كل واحد فينا ليه رسالة. ما اللي مخلف لازم عياله تبقى فخورة بيه، راجل او ست. يعني ما ينفعش يبقى بابي بس اللي بيشتغل وبيحقق ومامي بس بتاخد بالها مننا. حتى لو بتعملي حاجة في البيت، انا مش بوزع الستات على ان هي تسيب حياتها وتنزل تشتغل وما تبقاش واخدة بالها من التزاماتها وحاجاتها، لا انت حتى ممكن تعملي حاجة من البيت، وده اوريدي بقى بيحصل. ف ليه من يعني ليه مش كل واحد يبقى عنده ميشن؟ على فكره هو بس الميشن مش شرط يبقى شغل، هو الناس بتكسل تعمل حاجات في حياتها. واحده بتبقى عايز تعمل دايت وتبقى مكسله مش قادره، الاكل اهم من ده. حد بيبقى عايز ينزل حتى ان شاء الله يخلص اجراءات وحاجات وتخلصوا حاجات في الدنيا، يقول لك طب بعدين يا عمي. الكلام ده كل يوم بيعدي ما بيجيش مكانه تاني. فلو حصل ان انت فكرت، احنا دلوقتي هو في اخر الشهر يعني خلاص داخلين على 1/8، خلي كل واحد فيكم عنده ميشن. كل واحد في شهر 8 ده لازم يكون عنده ميشن ايا كانت هي ايه. انه ينزل في حاجه كان مظبطها عايز يعملها، بلان معينه عايز، يا سفريه معينه عايز يسافرها، شغل ما. لازم يبقى فيه ميشن في شهر 8 ده، بورد على الحيطه، بلو تك، اي حاجه تلزق بيها ورقه على الحيطه، والميشن دي لازم هتتعمل الشهر ده ايا كانت هي ايه. حاجه انت كان نفسك تحققها تروح حاطط ورقه على الحيطه وتقول انا هحققها انا هحققها الشهر ده، الشهر ده مش هيعدي الا لما لا يحصل. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ساعات الراجل والست بيبقوا قاعدين مع بعض، بدل ما تبقى طاقتهم ما انت رجعت من شغل ايه النظام، ما هنتفرج على ايه النهارده، ما تقعدوا مع بعض وتحطوا طاقتكم مع بعض على بعض وتعملوا حاجه انتوا الاثنين. يعني ممكن تبقى راجل ومراته، بدلوا كل العلاقات النيجاتيف اللي في حياتكم. انا عارفه ان في ناس بتقول يعني خليه يجي، يعني ما تيجي نخرج مع محمد، يعني هو موجود يعني هيعمل ايه. لا بدلوا العلاقات دي. مش بقول ارموا الناس، ارموا صحابكم في الشارع، بس اللي هو ايه، يلا يا معلم جاي ولا مش جاي، احنا هنحقق حاجات، فانت جاي ولا مش جاي. مش جاي يبقى خلاص، يبقى شوف حالك وانا كمان اشوف حالي. لازم يكون في ناس حواليكوا كلها طاقتها من بعض.
وفي ناس عندها حاجه بتكملها حاجه تانية. في ناس ساعات بيبقى معاها فلوس مش عارفه تعمل بيها مش عارفه تعمل بيها ايه، يعني معاها مبلغ مثلا محوشاه ونفسها ترسك في ان هي تخش مشروع بس ما عندهاش الافكار. لا، وفي ناس تانية عندها الافكار وما عندهاش المبلغ ده. اتلموا على بعض واعملوا حاجه، انتوا الاثنين هتكسبوا لما يبقى في طاقه، انه بدل ما بقى قاعد مع حد طول النهار انا وهو بنرمرم في الشارع، بس في واحد صاحبنا هيلثي قوي وبيقعد وبينزل الجيم وبيعمل بتاع، انتوا الاثنين روحوا خلي علاقتكم بيه، هتلاقوا نفسكم انتوا كلكم بتروحوا تلعبوا رياضه ايا كان. انا مش بتكلم في الفلوس بس، انا بتكلم في تحقيق حاجات. عندك جامعه ما خلصتيهاش خلصيها، عندك حاجات عايزه تعمليها للعيال اعمليها، في فلوس، في حاجات عايزه تخلص، اوراق عايزه تخلص خلصوها. انجاز يعني يبقى بقى يلا بينا ننجز، يلا نطلع من حته لحته، ما نبقاش قاعدين طول الوقت يوم بيسلم يوم، الدنيا كده في ثانيه وبعدين. لا، لازم نظبط حياتنا، لازم كل حد يسيب لنفسه رساله، لازم كل حد يكون عنده ميشن معينه بيعملها. الدنيا ما ينفعش تمشي بالكسل ده وبالبطء ده وبالاحباط ده لا، في ظل الاحباط اللي بيحصل وفي ظل الاسعار الغاليه وفي ظل القصص دي كلها، في ناس بتنجح وفي ناس بتعمل حاجات، ليه احنا ما نبقاش كده؟ وانا على فكره اللي بتقول لكم الكلام ده بتكسل وبتعمل في اوقات، بس بتيجي تشحن نفسها تاني انها تعمل حاجه. وانا كل حاجه حاليا في حياتي بحققها، اذا كان من الميك اب او البلوجينج او ايا كان اللي انا بعمله، كل الحاجات اللي بعملها اللي معلن عنها او مش معلن عنها انا بعملها لوحدي، يعني بعملها لوحدي ومعايا اصحابي طبعا اللي بيشجعوني كل حاجه، بس ما فيش حد بيظبطني في حاجه علشان ما يقعدوش يقولوا لا ما بص لبابا ما اصل يا ما هنا يا ما هناك. لا، انا بتعب وبشقى وبشتغل وما فيش فكره ان المساعده والحاجات دي، لا انا بشتغل زي ما هو بيتعب، زي ما ابويا بيتعب، زي ما اهلي بيتعبوا انا كمان بتعب في شغلي. وبكسل وبقول لا مش قادره، وساعات بعتذر عن حاجات بس باجي اقول في الاخر لا مش هينفع، لازم اكمل في ده، لازم اخلي بنتي تبص لي تقول ان امي بتعمل كذا وكذا وكذا، واقدر ابص لها فوق. وفي الاخر لما اجي اقول لها يا بنتي قومي اعملي حاجه، ما بقاش انا بقول لها كده وانا ما عنديش حاجه، مش عايزه اقول لها اعملي حاجه عشان ما تبقيش زيي، لا انا عايزه اقول لها اعملي حاجه علشان تبقي زيي، عشان ابقى تشالنج بالنسبه لها. علشان ساعات ده كمان بيبقى حلو في وسط الصحاب، يبقى فيه تشالنج ويبقى فيه يلا نسخن ويلا نحقق، وانا عملت كده النهارده انت عملت ايه. لازم يبقى فيه طاقه كده في الحياه، لازم يكون فيه سعي على تحقيق حاجه في الدنيا. عندكم شهر 8 ملكوش كلام عندي دلوقتي، كل اللي دخل اتفرج اتلط كل اللي دخل اتفرج على الفيديو ده يقول لي في شهر في اخر شهر 8 وحقق ايه، ومفيش حاجه هتبقى بالنسبه لي ايه ده التفاهه دي. اي شيء انت حققته في الاخر ده تحقيق، يعني هدف في الاخر، انت في حاجه كنت مفروض تعملها وعملتها. فيلا نحقق حاجه. انا عايزه كل واحد فيكم شاف الفيديو ده في شهر 8 يبعت لي مسج يقول لي انا كان المفروض اعمل كذا وعملت كذا. بليز جو فورورد، وي كان وين، وكلنا ممكن نحقق حاجات بنت لذينه، كلنا ممكن نبقى عندنا كل اللي احنا عايزينه. لو اوف اتراكشن، فكروا في الحاجه، حسوها جدا، استوعبوا ان انتوا تقدروا تعملوا كده، انك مش ناقصكوا اي حاجه، مش ناقصكوا دماغ. الموضوع مش كل حاجه في الفلوس، مش كل حاجه لازم تبقى فرص وفلوس. في ناس عندها دماغ وفي ناس كانت كده وبقت كده علشان شغلت دماغها. فيلا نحقق حاجات، بلاش نقعد نفكر ونندب ونتفرج على الحاجات نقول طب ما هو اصل ما هو ما فيه او ناس ما بتعملش. لا، في ناس بتعمل، خلينا نبص لده. ماشي، كله يبعت لي في شهر 8 اخر 8 هستنى مسج منكم كلكم تقولوا لي حققتوا ايه، حتى ولو كانت خسيتوا 2 كيلو اللي انتوا كنتوا عايزين تخسوهم، ده بالنسبه لي انجاز، بدل ما تبقوا ما عملتوش حاجه خالص. اوكي، لاف يو جايز، وهفضل طول عمري لما يبقى عندي طاقه اديها لكم ومش هبخل عليكم بيها. ولو في حد عايز يسالني في اي حاجه يبعت لي يقول لي، لو في حد عايز ستارت اب في فكر معين ممكن اساعده. طبعا بيجي لي مسجز كتير مش بعرف ارد عليها كلها مره واحده، بس I'll do my best علشان انا عارفه ان الواحد لما بيقف لحد في حاجه اوتوماتيكلي بتترد له في الحياه، وده مبدا انا عايشه بيه. لو قدمت لحد حاجه في حياتي متاكده ان ربنا هيقعده لي فيا او في بنتي او في حياتي قدام حتى في الاخر. بس يعني ما فيش مفر ان انت تكسب، ما فيش مفر.
love you guys, power, عايزة power, يلا بينا انجزوا شهر 8. love you love you love you, bye.